السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأوبشن اللي موجودة في برنامج الريفت، ودي بتخليني أعمل تخصيص لبعض الإعدادات اللي موجودة في البرنامج بحيث إنها تسهل الشغل أو تعمل لي الحاجة اللي أنا عايزها. طيب هنيجي هنا من العلامة دي، هقول له فايل وهقول له أوبشن، أبدأ أدخل في الاختيارات اللي عندي. طيب أول حاجة جنرال، يعني إيه جنرال؟ دي الإعدادات العادية العامة. بيقول لي ايه نوتيفيكيشن، يعني هو هيبدأ يفكرني كل كام دقيقة بإن أنا أعمل سيف، وكل كام دقيقة بإن أنا أعمل سنكرونايزيشن لملف السنترال. ممكن تخليها كل ربع ساعة أو كل نص ساعة أو كل ساعة أو كل ساعتين أو كل 4 ساعات أو ما تفكرنيش. طب هو ليه فكرني؟ فكرني على أساس ممكن واحد مرة واحدة الجهاز يقف معايا فيلاقي إن هو آخر حاجة حفظها مثلا من 10 دقايق، فتبقى حاجة كويسة. طيب ليه لو عملتها كل ربع ساعة؟ تمام، يعني بتفكرني كل شوية. لو الشبكة عندي تقيلة كل ربع ساعة بعمل سيف سكولاريزيشن، هتلاقي ساعات بياخد 2 دقيقة مثلا يعمل سكولاريزيشن في الأجهزة بتاعتي ونص أو كويس. يعني ما بقولش إن واحدة أحسن من واحدة، حسب ما أنت متعود. ممكن تخليها كل ربع ساعة يفكرك إن أنت تعمل سيف، هجيب لك شاشة يقول لك أنت بقالك ربع ساعة ما عملتش سيف، فدوس سيف. تمام، ممكن تدوس سكيب وما تعملش سيف. طب اليوزر نيم، لازم كل واحد يبقى ليه يوزر نيم. تمام، يعني لو احنا شغالين بيوزر نيم واحد بتلاقي فيه مشاكل، بالذات لما نكون شغالين سنتر مع بعض. هنا تحس تلاقي ان هو مش قادر يغير. ليه مش قادر يغير؟ لان انا داخل بالحساب بتاع اوتوديسك. تمام، فهو خلاص كده مسجلني بحساب اوتوديسك كل البرامج بتاعت اوتوديسك. ممكن اقول له ساين اوت واكتب اليوزر نيم اللي انا عايزه. طيب هنا بيقول لي جورنال فايل كلين اب، يعني هيبدأ يمسح الباك اب كل قد ايه. انا يعني كل 10 ايام بيمسح. تمام، مفيش مشكله، يعني مش 10 ايام ده هو الرقم المقدس، اكتر من كده غلط واقل من كده غلط، عدل براحتك. وبرده 30 دقيقه دي برده براحتك. تمام، ورك شيرنج ابديت، يعني لو احنا شغالين شبكه بيبدأ يشوف كل 5 ثواني اذا كان في حد بعت ريكوست او انت توافق على الريكوست بتاعك وهكذا. تمام، طيب الفيو اوبشن، الفيو اوبشن يعني ايه؟ خلينا نفتح اي ملف دلوقتي. تمام، هقول مثلا نيو بروجكت واقول له اوكي. كل فيو بيبقى فيه ديسيبلين، يعني ده معماري، ده انشائي، ده كهروميكانيكال، ففي اعدادات معينه. هو بيقول لي الافتراضي بتاعي اول ما اقول له نيو فيو ان الفيو ده هينزل تحت الميكانيكال او تحت المعماري او تحت الانشائي. دي الفكرة بس. يعني انا لما اعمل سيلكت على ليفل 1 هلاقي الديسيبلين اركتكتشر. تمام، طب انا لو جيت فيو وقلت له انا عايز نيو بلان، النيو بلان ده الجديد ده هياخد ايه؟ هو اوتوماتيك هيبقى محطوط كوردينيشن او محطوط زي ما هو موجود في الاعدادات. طيب في حاجة جديدة بقى انا اقولها بالمرة، ان انا ممكن اجي هنا في الايديت تايب واقول له ظبطه لي على حاجه معينه، يعني ابدا اظبط الاعداد بتاعتي هنا. يعني اقول له اول ما يتعمل الفيو الجديد دوت انا عايزه اركتكشرال بلان، فهو هينزل تبع الاركتكشر بلان دي الاعدادات، اهوت هينزل تبع الديسيبلين ديت. يعني انا عملت له فيو تمبليت. فيو تمبليت دي لازمته ايه؟ لازمته لو انا عندي فيوهات كتيره اغيرها كلها، كل الاعداد بتاعتها مره واحده. يعني بفرض ان انا شغال على برج 100 دور، فتخيل لو احنا شغالين خمس مثلا واحد لخمسين، قال لك لا خليها واحد لـ25، فتفتح فيو فيو تعمل الموضوع دوت. لا، بنعمل فيو تمبليت للمية ونروح مرة واحدة ندخل في الفيو تمبليت نعدي. طيب يبقى انا هاجي هنا اقول له اوبشن ونكمل. طيب ده الجنرال. اليوزر انترفيس اللي هي ديت، يعني مثلا لو انت شغال مثلا كهروميكانيكال، فانت ما بتشتغلش على اركتكشرال ولا استراكشرال، فانت ممكن تيجي تشيل اركتكشر واستراكشر وتقول له اوكي، هتلاقيهم اختفى. تمام، ممكن تشيل حاجه مثلا من استراكشر تقول انا مش عايز الستيل مثلا، مش عايز، يعني تغير في الاعداد. بعد كده بنلاقي الكيبورد شورت كاتس. ايه الكيبورد ديت؟ يعني خلينا مثلا نقول له عايزين مثلا كوبي، فجاب لك الاختصار بتاع الكوبي. طيب الكوبي اهيت معمول اختصارين سي او سي سي. تمام، ممكن انت ما تحبش السي سي مثلا، تمام، فتقول له ريموف وتخلي سي او. ممكن تضيف مثلا تقول له ايه سي واي مثلا. تمام، وتقول له اساين، يبقى لما حد يكتب سي واي هي دي الاختصار.
ممكن تروح اي ليه تعمل الاعدادات اللي انت عايزها، تخليها مثلا نفس الاعدادات او نفس الاختصارات اللي موجوده في الاوتوكاد، وتروح عامل اكسبورت الاختصارات ديت اهوت، والملف ده تاخده وتحطه على شبكه، وكل الناس تمشي بنفس الاختصارات دي، كل الناس تفتح وتقول له امبورت وتدخل الاختصارات ديت. تمام. تقول طيب يعني لما بقف على اي علامه من العلامات دي، او اي زرار من الزرار دي، او اي تولز من الادوات ديت، بيبدا بقى ايه يجيب لي تلميح. في ممكن ما يجيبليش تلميح خالص، ممكن يجيب لي تلميح مجرد بس كلمه كده صغيره، ممكن يجيب لي نورمال يبقى في مثلا صوره معاها او فيديو او حاجه زي كده. طيب انيبل ريسنت فايلز يعني اخر ملفات، لما بتدوس هنا بيبدا يجيب لك اخر ملفات، هل انت عايز الموضوع ده يظهر ولا لا. تمام، اللي هي اخر ملفات اشتغلنا عليها. طيب اجي هنا واقول له اوبشن يوزر انترفيس. طيب هنا الريبون تاب سويتش بلاينر، يعني لو انا مثلا كنت عامل سيلكت وشلت السيلكت دوت، ارجع لاخر تاب كنت شغال عليها ولا افضل على الموديفاي؟ يعني لما انا عامل سيلكت الحاجه بتدخلني في الموديفاي، طب المفروض ارجع لاخر حاجه كنت شغال عليها، اخر قائمه كنت شغال عليها مثلا فيو او مانجر، ولا افضل في الموديفاي؟ وكذلك برضو الفاميلي الزر. طيب عايز الشاشه بتاعتك تبقى دارك ولا لايت؟ تمام بالشكل دوت ولا بالشكل دوت؟ تمام. هو انا بيقول لي استخدم الهاردوير جرافيكس، لو كانت الشاشه بتاعك حلو يبقى ده الاختيار ده كويس. نفس الفكره برضو في الجرافيكس، الاختيارات ديت لو انت عندك كارت شاشه قوي فبتحس فعلا باداء عالي، لو انت حسيت ان في مشاكل في الجهاز بتاعك هيبقى الجهاز بتاعك او الكارت الشاشه تعبان زي حالتنا كلنا. تمام، فالاختيارات ديت بيديك سموث اكتر وبيديك سرعه في الرندر، يعني الاختيارات دي لو عندك شاشه حلو علم عليها تبقى مستمتع وانت بتعمل زوم وانت شغال زي الفل. الكالرز، الباك جراوند ممكن تخليها وايت، او ممكن تخليها اسود، او ممكن تخليها احمر، او ممكن تخليها روج زي ما انت عايز. السليكشن، لما تيجي تعمل سيلكت ياخد لون ايه؟ البري سيلكت يعني قبل ما تعمل سيلكت بثانيه بتقرب من حاجه بيبدا يديك اللون ده. اليرت، لو في اي تحذير بيديك اللون دوت. طيب لو انا بعمل سيلكت على العنصر بيبدا يعمل لي دايمنشن مؤقت بيختفي لما انا اشيل السيلكت، فهو بيقول لي انت عايز الدايمنشن ده يبقى السايز بتاعه قد ايه، والباك جراوند هل انت عايزها شفافه ولا لا. طيب دي الاعدادات بتاعت الهاردوير بتختلف من جهاز لجهاز، وده برضو الاختيار ده بتحطه لو كارت الشاشه عندك. يعني لما تلاقي عندك مشاكل في الشغل وحاسس ان الجهاز، بتبدا تجرب الاختيار ده وتعمل ستارت وتشوف الاداء بقى احسن ولا لا. الفايل لوكيشن دي التمبليت، يعني انا بقول له فايل جديد بيبدا يجيب لي انت عايز اي تمبليت من دول، فانت ممكن تيجي هنا وتزود اي تمبليت او تشيل اي تمبليت من هنا، ده الاسم تقدر تعدل فيه عادي، وده الباص المسار بتاع التمبليت. ده الباص ده بتاع الاعدادات الخاصه ب الباك اب، يعني لما يكون شغال على الملف بيعمل باك اب في المسار دوت، وده في الفاميلي تمبليت الار اف تي، وده الباص بتاع البوينت كاوت. دي الاعدادات بتاعت الرندر، لو انت عايز تحط اي ماتيريال، عايز تحط اي حاجه تقدر تحطها هنا، ودي برضو سواء نتورك او لوكال. اللي تشيك سبيلنج بيبدا يشوف اذا كان في غلط في الكتابه ولا لا، ممكن تقول له لو حاجه مثلا ابر كيس شيلها، تجاهل الكلمات لو معاها رقم، يعني لو في مثلا كلمه ورقم خلاص شيلها وهكذا. فبتقول له بقى انا عايز القاموس اللي انا اشتغل عليه مثلا امريكان انجلش جيرمان ايطاليان سبانيش وهكذا، وممكن تضيف قواميس اضافيه برضه معايا. دي هنا الستريت هواي اللي هي البكره اللي انا بتساعدني في ان انا اعمل زوم او ان انا اقرب من الاشكال، بيقول لك انت عايزها تبقى كبيره ولا صغيره ولا ايه بالظبط. نيو بروجكت، الأداة اللي هي لما تيجي هنا اهيت. تمام، اوبشن، عندي ستريت هوايل وعندي الفيو كيوب اللي هو الفيو كيوب دوت، وده الستريت هوايل. تقدر تشوف الأداة بتاعته اللي انت عايز يكون الحجم بتاعه سمول ولا نورمال ولا لارج، وشفاف تحته قد ايه، وده الفيو كيوب تقدر تشوفه هل هو يظهر في كل 3 دي ولا في الاكتف فيو بس. يعني لو انا حاطط اتنين فيو جنب بعض وانا شغال على واحد فيهم يبقى ال 3 دي هيظهر فيه ولا لا. العادي بتاعه ان هو يظهر في التوب رايت ولا يظهر في البوتوم رايت ولا يظهر فين بالظبط.
ودرجة الشفافية بتاعته وهكذا. المايكرو دي لو انت بتبرمج، تمام. فانا عندي في الكلاينت مانج في برمجة او في ان انا ادخل في موضوع المايكرو. لو في حد حاسس مايكرو في قلب الملف دوت، اول ما يفتح يتعمل له انيبل ولا لا، ولا يسالني، تمام. فانت بقى حسب ما انت عايز. انا بفضل ان هو يسالك لو انت مش عايز تخش في موضوع البرمجه، لان حد ممكن يبرمج برمجه بفيروس او بحاجه مضره، ممكن تقول له ديسيبل كومنت ماكرو، او تقول له اسالني وانا اشوف اذا كان فعلا انا محتاج الماكرو ده ولا لا. دي لا ده. اتمنى لو الفيديو عجبكم تشوفوا قناه بيم قريب يعني.